حادثة وفاة تهز الرأي العام في تونس. حفل زواج ينتهي بمأساة وفاة العريس ليلة زفافه بصعقة كهربائية. شاب عمره 33 سنة أصيل منطقة العمران توفي ليلة زفافه اللي تعمل في الحمامات عشية نهار السبت بعد ما تعرض لصعقة كهربائية أودت بحياته على عين المكان. الله يرحمه وينعمه ربي صبر أهله. في تفاصيل الحادثة هذه قام العريس عزيز جرومبيلي بعد انتهاء مراسم الزفاف متاعه بمواصلة الاحتفال مع الأصدقاء متاعه، وتقرر أو قرر عزيز وزوز من رفاقه أخرين أنهم يهبطوا إلى البيسين إلى المسبح. عند الخروج تعرضوا إلى صعقة كهربائية وتم فتح تحقيق في الحادثة هذه، وتم الاحتفاظ بالفريق التقني المشرف على تهيئة الفضاء للوقوف على أسباب الوفاة والإخلالات الموجودة لأديت للفاجعة الأليمة هذه، حسب ما أكدوا مصدر أمني لإذاعة جوهرة أفام. ربي يرحمه وينعمه. الناس كل تحكي على الحادثة الأليمة هذه، ربي صبر أهله وعائلته. حادثة أخرى في ولاية الكيف، نزيل بالسجن يحاول الفرار تحديدا من سجن السرس للمرة الثانية على التوالي. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكيف أذنت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات محاولة سجين الفرار من السجن المدني بالسرس من ولاية الكيف. النطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكيف فوزي الديودي قال في تصريحات اليوم بأنه السجين وهو في العقد الثالث من العمر مودع بالسجن المدني بالسرس على ذمة قضية تتعلق بحيازة مادة مخدرة بنية الاستهلاك. كان نجح في الفرار منذ حوالي شهر تقريبا قبل ما تتمكن الوحدات الأمنية التابعة للسجون من ضبطه وإيقافه بعد ساعات بجهة الدهماني، وتعمد نفس السجين إلى محاولة الفرار من السجن للمرة الثانية نهاية الأسبوع الماضي، وتمكن من تجاوز السور الخارجي قبل ما يتم التفطن ليه والمسارعة في إلقاء القبض عليه وإعادته إلى السجن، وفتح بحث قضائي في الغرض. أزمة التعليم الأساسي، أزمة حجب الأعداد، اليوم قرار قوي جدا من وزارة التربية يقضي بحجز أجرة شهر لـ 17,000 معلم، وأيضا إعفاء عدد كبير من المديرين مديري المؤسسات التربوية في التعليم الأساسي. وزارة التربية اليوم أعلنت في بلاغ رسمي أنها حجزت أجرة شهر بالنسبة لـ 17,000 معلم تمسك بحجب الأعداد. الوزارة قالت بأنه بعد التدقيق في عملية تسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام وعمليات الفرز المتواصلة والمحينة الخاصة بالمديرين والمعلمين اللي واصلوا حجب الأعداد، تقرر أيضا إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية، يمكن العدد أكثر وقابل للتحين، هذه الأرقام قابلة أنها تتغير. من جهة زادة اليوم تابعنا تصريحات وزير التربية محمد علي البغديري، اليوم قال بأنه لا مجال لأي كان أنه يستخف ويتلاعب بالدولة، واعتبر أنه ما يحدث في علاقة بحجب الأعداد فضيحة في تاريخ تونس. وأكد البغديري في تصريح إعلامي على هامش ندوة حول الابتكار تحت شعار نحو جامعة مبتكرة وإلى غير ذلك، نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشاركة فيها وزارة التربية زادة، شدد على أنه الوزارة باش تتصدى لهذه الممارسات بالقانون، كلفها ذلك ما كلفها. وقال وزير التربية بأنه عدم حصول التلامذة على أعدادهم هذا كارثة وجريمة في حق أبناء الشعب حسب قوله. كما زاد حي المعلمين والمعلمات اللي لبوا نداء الواجب التربوي والوطني. وقال البغديري بأنه هذا الوضع غير طبيعي وبش يتم معالجته علميا وقانونيا بالاستناد على خبراء حتى لا يكون التلاميذ رهائن
في تعليقه على الاستقالة الجماعية لعدد من المديرين بمختلف ولايات الجمهورية، قال الوزير أن هذه الاستقالة فردية ويتم إيداعها في مكاتب الضبط حسب تعبيره، ولكن راهي موجودة استقالة جماعية في عدة ولايات من الجمهورية التونسية على الأقل بنسبة كبيرة بنسبة مرتفعة. البغديري ندد بتواصل حجب الأعداد متاع التلامذة من قبل بعض المربين، وقال الوزارة ماهيش باش تقبل من الممارسات هذه مهما كان ثمن، وقال الوزارة باش تقاوم المربين المتخلفين على تقديم الأعداد وباش تحملهم المسؤوليات متاعهم، ولا مجال للاستخفاف بالدولة واستهدافها. قال بأنه الرافضين لتقديم الأعداد مهما كان العدد متاعهم قد وصلوا إلى النهاية، في إشارة إلى القرار المتعلق بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجب رواتب 17,000 معلم، وأعلن أن وزارة التربية باش تجمع خبراء العلوم الاجتماعية والإنسانية والنفسية لتدارس الوضع غير الطبيعي ومعالجته علميا وقانونيا، وأكد أنه الوزارة لن تترك مستقبلا التلاميذ رهائن لدى الإطار التربوي أو الدروس الخصوصية. كما زاد أنفاء البغديري كما قلت لكم أنه تكون فما استقالة جماعية في صفوف مديري المدارس الابتدائية، واعتبر أنه الاستقالات هذه فردية حسب إجراءات مضبوطة، وقال العودة المدرسية المقبلة باش تكون عادية في ظل تعبير مئات المعلمين الوطنيين عن تحمل المسؤولية في إدارة المدارس الابتدائية، بمعنى يروا عندهم البديل. في المقابل اليوم يعني نسمعوا في تصريحات النقابيين في الجامعة العامة للتعليم الأساسي يقول لك بأنه الاستقالات الجماعية هذه صايرة بالفعل بنسب كبيرة وما زالت باش تتواصل، وفما اجتماعات على مستوى الجهات قاعدين توا كما قولوا على مستوى الجهات يعني يتناقشوا في الموضوع هذا وياخذوا في قرارات وباش يرفعوا القرارات الجهوية متاعهم إلى الهيئة الإدارية اللي باش تتعمل نهار الاربعاء الجاي 12 جويلية الحالي باش يعني يشوفوا القرارات. اليوم النقابيين شنو يأكدوا بأنه بالنسبة للعودة المدرسية القادمة هاوكا استقالوا المديرين وخلي الوزارة تبحث على مديرين جدد، وكيفاش باش تعمل العودة المدرسية اللي تنجم تكون صعيبة خاطر مدير عنده عدة يعني صلاحيات وعنده حاجات يعملها. في المقابل نقابيين اليوم يصرحوا في وسائل الإعلام بأنه الاجتماع متاع نهار الأربعاء ما ينجموش هما يستبقوا ويقولوا شنو اللي باش يصير ولا شنو القرارات اللي باش تصير، ولكن يأكدوا أنه لا رجوع إلى الوراء والتصعيد سيقابل بالتصعيد حسب تعبيرهم. وفي المقابل يقول لك أنه الحل في التفاوض الجدي والمسؤول، ودعاوا الوزارة أنها معناها تقعد على طاولة الحوار والتفاوض وتقبل بالتفاوض الجدي حسب تعبيرهم على كل الأمور تتجه نحو التصعيد، سواء من وزير التربية اللي توعد وسواء زاد من جماعة التعليم الأساسي.